لم يرتد عن اقتناع بل عن وصولية حقيرة ونفاق بغيض هزيل. وزيد في بغضه النفاق والكذب كأخيه عمر تماما، كلاهما لا يثير اشمئزازه ولا يستجيس بغضاءه مثل النفاق الذي تجزيه النفعية الهابطة والأغراض الدنية. ومن أجل تلك الأغراض المنحطة لعب الرجال دوره الآثم، فأربى عدد الملتفين حول مسيلمة إرباء فاحشا، وهو بهذا يقدم بيديه إلى الموت والهلاك أعدادا كثيرة ستلاقي حتفها في معارك الردة. أظلها أولا وأهلكها أخيرا، وفي سبيل ماذا؟ في سبيل أطماع لئيمة زينتها له نفسه وزخرفها له هواه. ولقد أعد زيد نفسه ليختم حياته المؤمنة بمحق هذه الفتنة، لا في شخص مسيلمة بل في شخص من هو أكبر منه خطرا وأشد جرما، الرجال بن عنفوة. وبدأ يوم اليمامة مكفهرا شاحبا، وجمع خالد بن الوليد جيش الإسلام ووزعه على مواقعه، ودفع لواء الجيش إلى من؟ إلى زيد بن الخطاب. وقاتل بنو حنيفة أتباع مسيلمة قتالا مستميتا ضاريا، ومالت المعركة في بدايتها على المسلمين، وسقط منهم شهداء كثيرون. ورأى زيد مشاعر الفزع تراود بعض أفئدة المسلمين، فعلى ربوة هناك وصاح في إخوانه: أيها الناس، عضوا على أضراسكم واضربوا في عدوكم وامضوا قدما، والله لا أتكلم حتى يهزمهم الله أو ألقاه سبحانه فأكلمه بحجتي. ونزل من فوق الربوة عاضا على أضراسه، زاما شفتيه لا يحرك لسانه بهمس، وتركز مصير المعركة لديه في مصير الرجال، فراح يخترق الخضم المقتتل كالسهم باحثا عن الرجال حتى أبصره. وهناك راح يأتيه من يمين ومن شمال، وكلما ابتلع طوفان المعركة غريمه وأخفاه غاص زيد وراءه حتى يدفعه الموج إلى السطح من جديد، فيقترب منه زيد ويبسط إليه سيفه، ولكن الموج البشري المحتدم يبتلع الرجال مرة أخرى، فيتبعه زيد ويغوص وراءه كي لا يفلت، وأخيرا يمسك بخناقه ويطوح بسيفه رأسه المملوء غرورا وكذبا وخسة. وبسقوط الأكذوبة أخذ عالمها كله يتساقط، فدب الرعب في نفس مسيلمة وفي روع ابن المحكم ابن طفيل، ثم في جيش مسيلمة الذي طار مقتل الرجال فيه كالنار في يوم عاصف. لقد كان مسيلمة يعدهم بالنصر المحتوم، وبأنه هو والرجال بن عنفوة والمحكم بن طفيل سيقومون غداة النصر بنشر دينهم وبناء دولتهم، وها هو ذا الرجال قد سقط صريعا. إذن فنبوة مسيلمة كلها كاذبة، وغدا يسقط المحكم وبعد غد مسيلمة. هكذا أحدثت ضربة زيد بن الخطاب كل هذا الدمار في صفوف مسيلمة. أما المسلمون فما كاد الخبر يذيع بينهم حتى تشامخت عزماتهم كالجبال، ونهض جريحهم من جديد حاملا سيفه وغير عابئ بجراحه، حتى الذين كانوا على شفا الموت لا يصلهم بالحياة سوى بقية وهنانة من رمق غارب، مس النبأ أسماعهم كالحلم الجميل، فودوا لو أن بهم قوة يعودون بها إلى الحياة ليقاتلوا وليشهدوا النصر في روعة ختامه. ولكن أنى لهم هذا
وقد تفتحت أبواب الجنة لاستقبالهم، وإنهم الآن ليسمعون أسماءهم وهم ينادون للمثول. رفع زيد بن الخطاب ذراعيه إلى السماء مبتهلا لربه شاكرا نعمته، ثم عاد إلى سيفه وإلى صمته، فلقد أقسم بالله من لحظات ألا يتكلم حتى يتم النصر أو ينال الشهادة. ولقد أخذت المعركة تمضي لصالح المسلمين، وراح نصرهم المحتوم يقترب ويسرع. هنالك وقد رأى زيد رياح النصر مقبلة، لم يعرف لحياته ختاما أروع من هذا الختام، فتمنى لو يرزقه الله الشهادة في يوم اليمامة هذا. وهبت رياح الجنة فملأت نفسه شوقا، ومآقيه دموعا، وعزمه إصرارا، وراح يضرب ضرب الباحث عن مصيره العظيم. وسقط البطل شهيدا، بل قولوا صعد شهيدا، صعد عظيما ممجدا سعيدا. وعاد جيش الإسلام إلى المدينة ظافرا. وبينما كان عمر يستقبل مع الخليفة أبي بكر أولئك العائدين الضافرين، راح يرمق بعينين مشتاقتين أخاه العائد، وكان زيد طويلا بائن الطول، ومن ثم كان تعرف العين عليه أمرا ميسورا. ولكن قبل أن يجهد بصره اقترب إليه من المسلمين العائدين من عزاه في زيد، وقال عمر: رحم الله زيدا، سبقني إلى الحسنيين، أسلم قبلي واستشهد قبلي. وعلى كثرة الانتصارات التي راح الإسلام يظفر بها وينعم، فإن زيدا لم يغب عن خاطر أخيه الفاروق لحظة، ودائما كان يقول: ما هبت الصبا إلا وجدت منها ريح زيد. أجل، إن الصبا لتحمل ريح زيد وعبير شمائله المتفوقة. ولكن إذا أذن أمير المؤمنين أضفت لعبارته الجليلة هذه كلمات تكتمل معها جوانب الإطار، تلك هي: وما هبت رياح النصر على الإسلام منذ يوم اليمامة إلا وجد الإسلام فيها ريح زيد وبلاء زيد وبطولة زيد وعظمة زيد. بورك آل الخطاب تحت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، بوركوا يوم أسلموا، وبوركوا أيام جاهدوا واستشهدوا، وبوركوا يوم يبعثون. وبوركتم مستمعين الأعزاء على استماعكم والإصغاء. كان معكم وراء الميكروفون محبكم حسن الشرقاوي، وفي الهندسة والإخراج المهندس معاد الذهبي. إلى اللقاء.